في اه. لو حد عنده بريفر اند روماسي ادي رجله اهي. ادي رجله الاثنين فيها جلوفز اند سوكس اوف هايبوثيزيا كده. وانافيزيا وموتور والكلام ده. العيان يا اولاد لما اجي افحص الحته دي كلها فيها لور موتور حلو كده. واحد تاني عنده افنشن ال 4 و5 واس 1 وده عنده راديجرافس فاجي افحص الحته دي برده فيها لور موتور نيرون نيشن. اعرف ازاي هو عنده بريفرنت نيروباثي ولا عنده راديكولوباثي؟ لا انا بتكلم موتور، بتكلم موتور عن طريق الجلوتياري. اشوف الاكستنشن اوف هيب. الاكستنشن اوف هيب ده شغل مين؟ ما تنحوش. مش دلوقتي لو انا ضربت ال 5 واس 1 انا كنت بقول كلمه جلوتياري هنا والجلوتياري دي هي المين اكستنسور اوف هيب. فانا بخلي عيني بنايم واجي احط ايدي عند كعب رجله واقول له اضغط لتحت. مين اللي بيضغط لتحت؟ الاكستنسور. ومين الاكستنسور اسمها ايه؟ جلوتياري. لو كان عنده مشكله في ال 5 واس 1 هتلاقي جلوتياري ايه؟ ضايعه. لكن لو عنده بريفر نيروباثي بس ها هتلاقيها سليمه. فهمتوني ولا لا؟ كمان مره كمان مره لو جالي واحد عنده ضعف في المنطقه دي فكرة. انا بتكلم كموتور ما دخلتش في السنسور. انا بتكلم كموتور، انا بتكلم كموتور كموتور. لو انا عندي مشكله في المنطقه دي كموتور على فكره مكتوبه في الكتاب. هميز ازاي؟ هميز ازاي الموتور افكشن اللي انا بسبب بريفرنت نيروباثي دايابيتس مثلا ولا بسبب ان انا عندي روتس افكشن؟ قال لك في لقطه مهمه في جنون جلوتياري اللي هي موجوده هنا بس هي منزله فايبرز تشتغل هنا. فهمتوني ولا لا؟ فانا لما اكون ضارب الروتس اللي بتغذيها اللي هم ال 5 واس 1 هتلاقي الجلوتياري مالها؟ ضايعه. لكن لما يكون عندي بريفرنت نيروباثي بس الجلوتياري سليمه. طب احنا الفكره ازاي نفحص الجلوتياري؟ معانا نايم باجي يجي عند كعب رجله. على فكره احنا بنعملها كده، احنا بنعملها اصلا بنفحص في الكلينيكال. بس انا دلوقتي بقول لك بنعمل ايه؟ بحط ايدي عند كعب رجله وخليه ينزل لتحت. لما ينزل لتحت يبقى كده مين اللي بتشتغل؟ لو اشتغلت يبقى الجلوتياي سليمه، يبقى الروتس سليمه، يبقى مشكلتي في البريفرال ما اشتغلتش يبقى الروتس هي اللي ايه؟ مش مهم. حتى مش مهم خلاص؟ بص يا دكتور لو حصل عندي موتور افكشن على حسب الروت اللي بيكون فيها مشكله يحصل بقى ويستنج وهايبوتونيا وهايبرفليكس يعني اي حاله ايه اصلا؟ هي حاله لور موتور نيرون ليجن مش عايزه كلام. بس معلش عايزين نستغل الظروف. استغل المنظر اللي قدامك ده عشان نخلص. عندي حاجه اسمها سياتيكا. سياتيكا اللي هو السياتيك نيرف اللي هو ال 4 و5 واس 1 و2 و3 وعندي حاجه اسمها ايبيكونس اللي هي ال 4 و5 واس 1 و2 كسيجمنتس. دي روتس دي روتس ودي سيجمنتس. اللي عايز اقول لحضراتكم حاجه ان الاثنين دول يعملوا لوست انكل وبريزيرف دي فنحن يعملوا لوست انكل صح ولا لا؟ ما هو ال 4 و5 واس 1 و2 وعندي بريزيرف دي يبقى انا عندي لوست انكل بريزيرف دي مع البريفرال نيرو مع الكود ايكوينا مع السياتيكا مع حاجه اسمها ايبيكونس. لو جيت سالت حضراتكم واحد عنده سياتيكا عنده سياتيك نيرف افكشن ايه الحركات اللي صعبه عليه؟ تقول لي ال 4 و5 واس 1 و2 و3 ال 4 و5 واس 1 يا عم المنطقه دي كلها مش عارف يعمل فريكشن كويس ليه ني. لكن بقى الحركات حلوه. فهمتوني ولا لا؟ يبقى انا بطلع عن طريق ان انا ابقى فاهم اللي انتوا عاملين طريقه على الرسمه انتوا طريقه وخلاص. لكن المنظر ده معبر جدا ده هيضرب لك كذا حاجه في نفس الوقت. طيب سنسوري باترن من الدرماتوم. ايه الدرماتوم ده يا معلم؟ ده كل حته في السكين فيها ايه؟ في ردود معين بيشيل الاحساس بتاعها. فانت عن طريق فحصك لهذا الدرماتوم تقدر تطلع الحته اللي فيها مشكله. هذا الدرماتوم في اللور لمب بيقول ايه؟ انا ببدا فين انا كده؟ ال1 ال2 ال3 دول فرونت وسايد. الفرونت وسايد تحت بعض 1 2 3 ال4 رخم شويه. بيجي من الانترو لاترال ازمنت اوف لور بارت اوف ذا فرونت اوف ذا سايد. وبعدين بياخد الركبه وبينزل ميديالي لغايه الميديال اسبكت وفوت صباع كبير. يعني هو بيجي ايه؟ بيجي من بره كده انا بيجي من بره كده وينزل كده 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 ميديال لغايه ميديال اسبكت. خمسه بياخد الانترو لاترال اسبكت والثلاث صوابع اللي في النص. يبقى تاني ال1 2 3 سهلين صح؟ ال4 جاي لاترال ركبه ميديال ميديال اسبكت وفوت. خمسه الانترو لاترال وخد الثلاث صوابع اللي اللي في النص. اس1 ظريف جدا الصباع الصغير في الحته اللي جنبه. الصباع الصغير واخد مساحه من اللي جنبه. اس2 كبير قوي يا ولاد. السول اوف فوت والباك اوف ليج والباك اوف ثاي الا ها اس 3 4 5 السد شيب. يبقى تاني ها ال 1 ال 2 ال 3 سهلين ال 4 لاترال ميديال ميديال ازبك بروفيت ال 5 الانترو لاترال وخد ده صباع اللي في النص اس 1 الصباع الصغير ومساحه من اللي جنبه. ها اس 2 السولو فوت الباك اوف ليب والباك اوف ثاي السد شيب اريا ونعمل شويه اس 3 و 4 و 5 ده السنسور افكشن. عايز اقول ايه؟ واحد عنده كودا اكواينا كودا اكواينا ليجن مثلا يعني وضربه اس 3 ضربه مثلا اس 3 4 5
قتل، فده ده مش بيتحكم في البراز، وفي نفس الوقت مش حاسس في سادر شيلد اريا. ولو كان المرض بايلاتر يكون عنده مشاكل عنده توماس براذر، فهمتوني ولا كده يعني؟ يبقى الفكره كلها، انا مضروب في الليجن في الكره الكوينه، مش لازم العشره يتضربوا، ده هو حاجه منهم هي اللي ايه؟ هي اللي تتضرب او اثنين او ثلاثه، مش لازم تلاقي كل الروس تبقى مضروبه. انا عايزها يعني ايه كره الكوينه؟ الاسباب بتاعتها ايه؟ الكلينيكال فيشر بتاع موتور وسنسوري واوتونوميك او سفنكترز. ماشي كده الحال؟ دي كده البارابليجيا بالايه؟ بالحاجات اللي هي حواليها، بالهيصه او الدرشه اللي حواليها. تذاكروا كده، لازم تاخد بص يا دكتور قاعده واحده يعني. بعد كده في معانا ان شاء الله هندخل في درس جديد خالص، اتجاه ثاني خالص بقى، اللي هو البريفرال نيوروباثي. كلمه بريفرال نيوروباثي، لما قلت كلمه بريفرال نيوروباثي هو انفلاميشن اوف بريفرال نيرفس او كرينيال نيرفس، لكن لما قلت نيوروباثي كلمه نيوروباثي تشمل كل الامراض، سواء كان انفلاماتوري او ديجنريتيف، يعني الاوقاع. قول نيوروباثي عشان كلمه نيوروباثي بتشمل ايه؟ بتشمل كل حاجه، سواء كان انفلاميشن او سواء كان ديجنريتيف ديزيز. هل كلمه بريفرال نيوروباثي تشمل بريفرال نيرفس بس؟ لا، هي تشمل بريفرال نيرفس وكمان الكرينيال نيرفس. يبقى هي ديزيز اوف بريفرال نيرفس او كرينيال نيرفس ذات انترفير وذ ذير فانكشن، بتاثر على الفانكشن بتاعتها كموتور او سنسوري او اوتوماتيك. ممكن تبقى مونو نيوروباثي، ممكن تبقى مونو نيورايتس مالتيبلكس، ممكن تبقى بولي نيوروباثي. مونو نيورايتس او مونو نيوروباثي كلمة واحدة، يعني عندي افكشن ايه؟ الوان جوينت، سوري الوان بونر واحد، واخد بالك؟ مونو نيوروباثي. مونو نيورايتس مالتيبلكس، عندي مجموعة نيرفات بس بنفس الليمز، يعني نفس الدراع ده عنده نيرفين او ثلاثة مضروبين. انا لما اقول لك بولي نيوروباثي لا، ده المرض اللي هو السيستمك بقى في كل حتة. اشهر حاجة تعمل مونو نيوروباثي تروما. مثلا حد بياخد حقنه وهباش مسايتك نيرف بقى اسمه تروماتيك، او مثلا بيلعب كوره واتضرب عنده الكومن برينيال ده عند النيك وفيبلا which is commonly affected، هذا يعتبر مونو نيورايتس. او ممكن حتى بدايه السكر، اصلا ممكن يبدا يقعد بسايتك او النيرف ليتر اون يبقى سيستميك. ممكن كمان الامراض اللي هي المناعيه الفاسكيولايتس، البولي ارترايتس نودوزا ممكن تبدا لي بيه وان نيرف ليتر اون يبقى افيشن لاماكن كتير. ده مش بيشغلني قوي. الكلمه بقى اللي بتهمني كلمه بولي نيوروباثي. كلمه بولي نيوروباثي دي على نوعين، يا اما يكون هيريديتري، يا اما يكون سيمتوماتيك او سكندري الحاجه. لو كانت هيريديتري دي كلمه اسمها هايبرتروفيك انترستيشال بريفرال نيوروباثي، والكلمه الثانيه اسمها ريفسومز ديزيز، والكلمه الثالثه اسمها برينيال مصر الاتروفي. هنتكلم عليهم، لكن دول حاجات بتكون امراض وراثيه. سكندري الحاجه، سكندري تو انفكشن، عندي انفكشن او انفلاميشن. سكندري تو ايمونولوجيكال ديزيز، ياتروجينيك نتيجه الادويه. في ادويه احنا عارفينها اصلا بتعمل بريفرال نيوروباثي، ممكن تكون نيوتريشنال، ممكن تكون نيوبلاستيك، ممكن يكون السبب بتاعنا ميتابوليك اندوكراينا توكسن. بص يا دكتور، انفكشن ممكن يبقى فيه فيرال انفكشن عامل بريفرال نيوروباثي، ممكن يكون بوست انفكتيف، حاجه مناعيه هنتكلم عليها اسمها لاندري جامبري سندروم. هو حد بيحصل له انفكشن وبيطلع انتيبودي وبعدين يروح يضرب مين؟ النرف. بعد كده على فكره يورو جامبري كانفكشن ويورو كايمونولوجيكال اللي صح، هو بوست انفكتيف لكن عباره عن ايه؟ حاجه مناعيه. ايمونولوجيكال ممكن تبقى الامراض المناعيه، البولي ارترايتس نودوزا تتميز مع البريفرال نيروس السيستميك لوبس الروماتويد. ياتروجينيك، حد يعرف دواء مثلا ولا اثنين ولا حاجه بيعملوا مين؟ الايزونايزايد، حتى كنت بدي معاه فيتامين بي 6 عشان يعمل بريفرال نيروس. ممكن كمان الاميبرون يعمل بريفرال نيروس، الفينتوين. طيب نيوتريشنال اللي هو الفيتامين بي كومبلكس ديفيشنسي، الصاب اكيوت مثلا، مش كان معانا ولا ايه؟ مش ضمن ان النيورولوجيكال مانفستيشن كان في كلمه اسمها بريفرال نيوروباثي. نيوبلاستيك كبارا مالجنان سندروم، فاكرين؟ كبارا مالجنان سندروم كان في نيورولوجيكال مانفستيشن من ضمنها يحصل بريفرال نيوروباثي. ميتابوليك السكر، دايابيتس، بورفيريا اللي هو كلمه بورفيريا ابنورمال ميتابوليزم اوف بروتو بورفرين اللي هو داخل في تركيب الهيموجلوبين يبقى اسمها بورفيريا، اوكي؟ ممكن يكون السبب بتاعنا اندوكراينال. المكسيديما بيحصل انفلتريشن للنيرف،
او بالتالي انترفير ويز فانكشن او حتى الاكروميجالي بيكبر بس الكونداكشن بتاعه بيبدا يقل. ممكن يكون سبب توكسن زي الكحوليات، يبقى دي اسباب كثيره، وربما يكون ايديوباثيك. يبقى اذا دي اسباب مهمه لحاجه اسمها بريفرال نيوروباثي. اصلا ممكن اسالك سؤال كده كتير اسمه ديفرنشال دايجنوزس اوف بولي نيوروباثي. كلينيكال بيكشر هنثبتها، هنثبت كلينيكال بيكشر لكل انواع البريفرال نيوروباثي، وبعدين ننزل كل نوع نقول عليه كلمتين. اي بريفرال نيرف بيكون شايل ثلاث حاجات، بيكون شايل موتور، او بيكون شايل طبعا سنسوري فانكشن، او بيكون شايل اوتونوميك. هو طبعا بيفرقوا من مرض للتاني، يعني في حد بيضرب الموتور اكتر، حد بيضرب السنسوري اكتر، وهكذا. لكن نفس كلمه موتور بريفرال نيروباثي، هو الموتور بريفرال نيروباثي دي بتتصنف ابر موتور ولا لور موتور؟ حيث لور موتور نيورو ليجن، ها فاهم معايا؟ هايبو هاتونيا وهايبو ريفلكسيا بيحصل معاه ويستنج، وطبعا تروبيكال تشينجز دي تبع الايه؟ الاوتونوميك. ودايما يا اولاد الامراض بتاعتنا بتبقى سيستميك فبايلاترال وسيمتريكال وغالبا ديجنراتيف، فبتبقى جراديوال اونست وبروجريسيف كورس، وبتيجي في حته اكتر من حته، بتيجي في الديستال اكتر من البروكسيمال، وبتيجي في الاكستنسور اكتر من الفليكسور. بص يا اولاد، هو ليه احنا قلنا امبارح البرانجل بيجي في الديستال عشان هو الديستال هو الاضعف، وبيجي في الادكتور هي الاضعف، وبيجي في البروجريف هي الاضعف، صح؟ هنا الدنيا مش كده. بصوا النيرف يولار عباره عن ترانكي كده، هيبقى ليه اكسون كده في النص، واخد بالك؟ اكسون وحواليه هنا في ايه؟ وحواليه في المايلين شيز، ده اللي في النص اسمه اكسون، وده اللي جواه ده بلاد فيزل بيغذيه، ثم في مايلين شيز. لما يحصل عندي اكزونوباثي، اكزونوباثي يعني ايه؟ يعني المرض اتضرب من ناحيه البلاد سبلاي بتاعه، يعني هو النيرف هنا مضروب من ناحيه الاكسونز، يعني عن طريق البلاد فيزل، يعني عن طريق الحاجه اللي جوه. فهذه الحاله يا اولاد لما يكون المرض كده زي الدايبيتس مثلا، او زي معظم الامراض اللي معانا اصلا، بتحب تضرب من ناحيه الايه؟ اكزونوباثي. الاكسون ده كل ما النيرف يصغر، كل ما الاكسون بتاعه يبقى صغير، كل ما الفازه النرفوزه اللي بتغذيه تبقى، فبالتالي السده بتاعتها والقفله بتاعتها والضربه بتاعتها تبقى. عشان كده فسر لي يا دكتور ليه مثلا الدايبيتك بريفرال نيوروباثي بيجي ديستال؟ ها ليه بيجي ديستال؟ لانه اصلا الفكره ان هو عنده ايه؟ فاسكيولار. هو اصلا الدايبيتس بيعمل ايه يا اولاد؟ ها بيكون حاجات جلوكوز وسوربيدول وحاجات بتيجي تسد الحته دي. ها فكل ما كان صغير كل ما السده بتاعته تبقى ايه؟ يبقى اذا الدايبيتك بريفرال نيوروباثي بيجي ديستال، لانه كل ما النيرف يصغر كل ما الفازه بتاعته تبقى صغيره، كل ما تتسد بسهوله. نفس الكلام عن نيوتريشنال، كل دول بيعملوا كده. فبالتالي حتى التوكسنز بتاثر عن طريق الاكسونز، فبالتالي بتكون المرض بتاعنا ديستال. طب ليه اكستنسور؟ لانها اطول، الاعصاب اللي في الاكستنسور اطول، فكل ما تكون طويله كل ما الاكسون بتاعها يبقى طويل، يعني كل ما يحتاج ان هو بيتقفل بسهوله، ما هو طويل ووصل لبعيد لاماكن صغيره. يعني حتى يقول لك الدايبيتس اشمعنى يحب اللور ليمب اكتر من الابر ليمب؟ نفس الفكرة، ها نفس الفكرة اللي هي البعيدة، كل ما تبعد كل ما يقل البلاد سبلاي، طب انا اصلا عندي مشكلة في البلاد سبلاي بتاع الاكسونز. غير بقى مرض تاني بيجي في المايلينجيز، ها انتي مايلينجيز انتي بول، ده مشهورة مع مرض اسمه جيامبري. الجيامبري اصلا المرض بيكون في المايلينجيز، فيقول لك بروكسيمال. يبقى البريفرال نيوروباثي لو كانت اكزونوباثي هتيجي ديستال، لو كانت هنا مايلوباثي هتيجي حاجة في المايلينجيز هتبقى بروكسيمال، لكن السواد الاعظم على الكلمة بتاعتنا اللي هي ديستال. مفهوم الكلام؟ لكن لما اجي على الجيامبري اقول لك ايه؟ اقول لك كل البريفرال نيوروباثي ديستال الا الجيامبري بروكسيمال، لانه مايلوباثي. المشكله في مين؟ في المايلينجيز. قشطه ولا ايه؟ بص يا دكتور، الحته الثانيه نتيجه لهذا الديستريبيوشن اوف ويكنس والكاركتر دي والمواصفات دي، بيحصل ثلاث تغيرات في شكل المرضى. التغير الاول بيبقى عندهم حاجه اسمها ريست وفيت دروب، بيحصل لهم لوست انكل وبريزيرف دي لسه قايلينها. بيحصل لهم يا اولاد حاجه اسمها هاي ستابج جيت، واحده واحده كده. بقول لك عندهم ريست دروب وفيت دروب. انا دلوقتي لما شدت ايدي كده قدامي، انا شدتها العضلات الديستال شغاله والدنيا حلوه والاكستنسور، كمان عندي تون. تخيل بقى انا عندي ديستال ويكنس واكستنسور وعندي هايبوتونيا، اه كده. بقول لك مريض البراندر ما كان عنده ديستال ويكنس ما قلتش كده ليه؟ لا بس هو عنده هايبوتونيا، لكن انا معايا. فبالتالي حصل حاجه اسمها ريست دروب، وتحتي بقى اسمها فيت. طب لما حد يبقى عنده ريست دروب ماشي، في دروب عشان ينشف ازاي؟ ما هو الجسر مش ايه؟ سم اللي جوه منك، فهي الجسر ايه؟
مش شغاله، فيبدا يمشي ازاي ولا يمشي ازاي؟ يبدا يجيب الحركه منين؟ يجيب الحركه منين؟ نعمل بروكسيمال، فيبدا حركه يبقى من فوق، يبقى اسمها هاي ستابيتش كيك. مش لا مش هيطلع دلوقتي لسه، هيعمل بس هاي ستابيتش، هو بيتحرك بيجيب حركه منين؟ نعمل بروكسيمال مش كده بس. المريض ده يا ولاد يبقى عنده حاجه اسمها لوست انكل بريزرفيتي قديمه يا دكتور. على حسب، هو دلوقتي مش لازم يكون لابس شراب كده، لو كان شراب قصير يبقى الانكل مش موجوده كده يعني. موجود، يبقى عايزين نلم الدنيا كلها. الموتور بريفرال نيروباثي يتميز ان هو لور موتور حيث الهايبوتونيا والهايبر ريفلكس او الماسل ويستنج، ودايما بيكون السبب بتاعنا سيستميك، فهي باي لاترال او سيمتريكال، وديجنريتيف جرادوال او بروجريسيف. له ديستريبيوشن معين، ديستال اكثر من بروكسيمال واكسسور اكثر من فليكس. وبناء عليه نتيجه لهذا الديستريبيوشن حصل ثلاث حاجات، حصل ريست دروب وفي دروب، ولما يجي يمشي يمشي حاجه اسمها هاي ستابيتش جيت، او في نفس الوقت يبقى عنده لوست انكل بريزرفني. واحد قال لي شفنا حاله في الكلينيك لوست انكل ولوست نين ما يقراش حاجه لو الشراب طويل لفوق، يعني خلي دماغك احنا مش كليه تجاره، خلي دماغك مفتوحه عادي، ايه المشكله لو الشراب طالع لغايه فوق قوي؟ المرض بتاعنا سيفير هيفقد كل حاجه. يحصل سنسوري افكشن طبعا طبعا. السنسوري افكشن ده بيكون يعمل افكشن للسوبرفيشال والديب. الديب اللي هم مين؟ اللي هم الفايبريشن والبوزيشن والموفمنت والماسل والنيرف. والسوبرفيشال اللي هم بيمر مرحلتين، مرحلة اسمها irritation ومرحلة اسمها destruction. الirritation يبقى بين وباراسيزيا، والباراسيزيا حاجتين tingling وnumbness، والdestruction حاجتين hypothesia وanesthesia، وتاخد شكل اسمه gloves and stocks. بص يا ولاد، عشان ياخد السوبرفيشال سنسيشن الاول يحصل اريتيشن. اريتيشن في النيرف يعني زود الاكشن، في فيروس في النيرف، في حاجه ضغطه عليه، في ديجنريشن بادئ فيه، يعمل اريتيشن زود الاكشن، عشان النيرف ده بيشيل كل حاجه. يقول لك انا عندي الم شكشكه تنميل في الاطراف، الالم زاد جدا يا دكتور مش قادر استحمله. يجي لك بعد شويه يقول لك ايه الاساس بدا يجي لك. طبعا هو بيجي لك مريض السكر بالذات، نار في كعب رجلي، نار يا دكتور مش يا دكتور مش طايق الغطا يلمس صوابعي، دي كلمات مشهوره، تنميل في ايدي. طبعا انت بتعمل طيب كنترول للدايابيتس وتديله حاجات تهديه كل حاجه، لكن مع ذلك الالم موجود، الم رهيب جدا. بس بعد شويه تقول له ايه؟ اهدى بس، الالم هيروح والشكشكه هتروح والتنميل هيروح. ما كله ايه؟ يعني هي مرحله اريتيشن ليتر اون لما يحسن، دخلنا في مرحله اسمها ديستراكشن. فهمني ولا ساعات بتديله حاجات تساعد ان يحصل هذا الديستراكشن من كتر ما هو بيشعر بهذا الالم، وبياخد شكل مهم اسمه جلوكس ان استوكس. ماشي كده الحال؟ يضرب الديب سنسيشن ولما يضرب الديب سنسيشن ما يحسش بالارض تحت منه. يعني لو فقد مش هيحس بالارض، عشان كده لو غمض عينيه ولا حاجه وبيبص لوشه ممكن يقع. وبعدين لما يجي يمشي اللي فقد الديب سنسيشن هو مش حاسس بالارض، يا اما يبص عليها كده عشان يمشي، يا اما لو بص لفوق بيقعد يقعد يهبد على امل ان هو يلاقي الارض. يعني هو بيدور عليها عشان يلاقيها، واخد بالك؟ فدي كلمه اسمها سنسوري افكشن. يبقى عنده ستامب. طب يا دكتور يعني هو عنده هاي ستامبج ولا عنده ستامبج؟ هو ايه المعنى يبقى عنده الاثنين؟ هو هاي ستامبج عشان الموتور وعنده ستامبج عشان افهم الميكانيزم بتاع كل واحده. هنا الديستال مش شغال فبيجي الحركه من البروكسيمال بقى اسمها هاي ستابج. هنا مش حاسس بالارض فبالتالي بيحاول يهبل على امل ان هو يلاقي حاجه، بيخبط جامد بيحس بيها شويه. طيب يحصل له اوتوماتيك مانيفستيشنز كتيره، وعلى فكره اشهر حاجه في الاوتوماتيك مانيفستيشن كلمه تروفيك تشينجز. تروفيك تشينجز عندي خلل في مساله الفازو كونستريكشن والفازو ديليتيشن، في دايما الغذاء مش واصل للاطراف كويس. على مستوى القلب في كلمتين مهمتين ممكن يحصل سايلنت ام اي، ممكن يحصل بوستشر هايبوتنشن. على مستوى الجي اي تي يحصل جاسترو فارسس دايبيتيكورم، ويحصل تشينجز ان باول هابت. على مستوى الجينيتاليا بيحصل امبوتنس. على مستوى السويتنج يحصل انهايدروزس او يحصل جاستابري سويتنج. يعني بص يا دكتور، على مستوى السي بي اس سايلنت ام اي فكرني بسرعه، لما حد يحصل له مايوكاردال انفاركشن بيحصل الغذاء الدم مش عارف يوصل، مفيش اكسجين، يشغل ان ايروبيك، يطلع لاكتيك اسيد، يعمل ستيميليشن. طب ايه لو النيرف اندنج مش شغاله؟ يبقى سايلنت. بيحصل حاجه اسمها بوستشر هاي بوتنشال، المره المليون لما حد يكون نايم ويقوم يقف لازم السمباثيك يشتغل عشان يوصل الدم لفوق، السمباثيك ما اشتغلش فدخلنا في حاجه اسمها بوستشر هاي بوتنشال، عايز له ضغط مرتين، مره هو نايم مرة لما يقف. لو السيستول زاد، لو السيستول قل عن 20 او السيستول قل عن 10، يبقى هذا المريض عنده كلمه اسمها اورثوستاتكس انكوب او بوسترال هايبوتنشن. على مستوى الجي اي تي يحصل جاسترو باريس دايبيتيكورم، يعني بعد ما الاكل يفك الاستومك ساعتين ثلاثه يبدا يفضي، ده مش بيفضي، ما هو اللي مسؤول عن الحركه دي هو الفيجاس. يا
البيبس اتضرب، يحصل تشينجز ان باول هابت، ودي مهمه. الباول هابت عشان حد يعمل ديفيكيشن محتاج البيبس. لو السمباثيتك اللي شغال هيحصل كونستيبيشن، البيبس اللي شغال هيحصل دايريا، المفروض يكون في بالانس بينهم. في بالانس. يعني لو لقوا واحد اتضرب عنده البيبس واصبح الاوفر هاند مين؟ السبب بقى عنده كونستيبيشن. واحد تاني اتضرب عنده السمباثيتك بقى الاوفر هاند مين؟ الاوفر هاند مين؟ بقى عنده دايريا، والدايريا اكثر وقت ليها بالليل. لان قمه الاكشن بتاع البيبس بتبقى امتى؟ علي يا دكتور مريض السكر عنده حاجه اسمها نوكتورنال دايريا. نوكتورنال دايريا تقول لي سهله جدا. سهله جدا تقول لي اصل السمباثيتك اتضرب. فبقى الاوفر هاند البيبس فعنده دايريا. اشمعنى بالليل؟ قمه الاكشن بتاع البيبس بيكون امتى؟ بيكون بالليل. فاهمني ولا ايه؟ هيحصل لهم علاج امبوتنس. عشان يحصل اريكشن ان ميل لازم يحصل فازلايزيشن عن طريق باراسمباثيتك. لو باراسمباثيتك اتضرب اصبح في مكانه فازل كونستريكشن، فبالتالي يحصل نيوروجينيك امبوتنس. يقعد ياكل وهو بياكل عمال يعرق. ده اريديشن في السمباثيتك، عمال يعرق. لو اتضرب مثلا ممكن عنده يجري او يتحرك والدنيا حر وما يعرقش. هايدروزس يعني ايه؟ لخبطه في الاوتونوميك نيرفس سيستم. يبقى اوتونوميك نيوروباثي از كومن. اوتونوميك نيوروباثي ممكن تحصل. وطبعا تركيز الكلام بتاعي على السكر عشان السكر هو اشهر حاجه، لكن الكلام ده وارد مع اي حد، مع اي مرض قدامنا. طيب الصوره دي شامله كل البريفرال نيوروباثي. هو السؤال بيجي ازاي؟ لو جالك ديفرنشال دايجنوز وبولي نيوروباثي فانت تقول الديفرنشال وتحط الاسباب، وبعدين تقول الجنرال فيتشرز ايه؟ وتنقي الامراض الكبيره اللي انا هقولها تقول يتميز بكذا، سطرين ثلاثه عن كل واحد وخلاص. فاهمني ولا لا؟ لكن لو جالك مثلا دايابيتك بريفرال نيوروباثي خلاص ما تقولش الاسباب، انت هتقول الكلينيكال بيكشر دي كامله مع التركيز ان انا عندي سكر، يعني عندي الفيتشرز والسكر والدايابيتس وعندي الانفستيجيشنز وعندي التريتمنت والباثوجينيز، يعني هتكلم عليها كده. لو جالي سؤال صغير حاجه صغيره منهم برانيه المصري الاتروفي لازم اقول الكلام ده. بقول التكه اللي فيها، جالي جيان باري بقول الكلام ده وبقول التكه اللي فيها. فاهمني ولا لا؟ يبقى على حسب السؤال جاي ازاي. ديفرنشال دايجنوز لازم اثبت القواعد، احط الاسباب قول جنرال فيتشرز لاي بريفرال نيوروباثي وامسك كل واحد وقلت بميزه عن التانيين ازاي؟ بميزه عن كده ازاي؟ بميز الدايابيتك ازاي عن البرنامج المصري الاتروبي؟ ده اللي هنعمله بقى. ايه اللي هنعمله دلوقتي؟ هنمسك مثلا بقولنا هيريديتري. هيريديتري كانوا ثلاثه هايبرتروفيك انترستيشن بريفرال نيوروباثي ما فيهوش ولا كلمه لان هو مرض وراثي والنرفات فيه تخينه وفيها بريفرال نيوروباثي بس ابدا. اثنين برنامج المصري الاتروبي مرض وراثي بيكون اوتوزومال دوميننت. بيبدا في اي مرض وراثي يبدا في الفيرست او سكند كيد اوف لايف. ها بيكون في بوزيتيف فاميلي لما اقول لك كلمه هيريديتري يعني بيبدا في الفيرست او سكند كيد وبيكون معاه بوزيتيف فاميلي هيستوري. البرينيال ماسل اتروفي يتميز بايه؟ انه بولي نيوروباثي موتور وسنسوري واوتونوميك لكنه مينلي موتور. برينيال مينلي موتور. ايه اللي بيحصل فيه؟ بيحصل معايا لور موتور نيورون ليجن بس بيحصل ماركت ويستنج اوف فيستال ماسلز اللي هي بتاعت البرنيال المجموعه اللي تحت دي فتاخد الرجل كلها. لا يعني يحصل ويستنج في الديستال واللور ثيرد اوف سايد. فالرجل كلها شكل الرجل ده ياخد باترن كده اسمه انفيرتد شامبين بوتل. زي الشمبانيا مقلوبه واخد بالك؟ ده باترن مهم جدا لهذا المرض وشفناه في الكلينيكال. المريض ده عنده هايبوتونيا وهايبرفليكسيا ويستنج. المرض بايلاترال وسيماتيكال وجراديوال وبروجريسيف وديستال اكتر من بروكسيمال واكستنسور وعنده دروب ريسك وفيه. هو المرض مش في الرجل، هو بدا في الرجل لكن طلع على مين؟ هو مش معنى اسمه برنيال ماسل قالته ان هو يجي في الرجل بس، هو في الرجل ثم في الايد بس هو بدا تحت يعني. بيمشي هاي ستابج جدا. وعنده لوست انكل بريك. كل حاجه يا ولاد. امال يا دكتور انت زودت ايه؟ انه بدا في سن صغير وانه معاه بص الفاميلي هيستوري ومعاه ماركت ويستنج من الاسم وممكن لا تاتي النصائح في الفرادة تلاقي معاه اسوشيتد سكيلتال انوماليز اخرى او ساعات اسوشيتد اتاكسيا معاه. ده اللي فيه يا ولاد. بس في كلمه كده غريبه شويه. يقول لك بالرغم من وجود هذا الماركت ويستنج الا ان العين دوت قادر يمشي على رجليه، يعني هو في عنده ايه؟ هو في ويستنج رهيب، فتقول يا نهار ابيض ده رجليه رفيعه جدا مش عارف يمشي، لا بيعرف يمشي. لان هو اصلا ايه جراديوال سكولي بروجريسيف. وبعدين المركز يعني مركز الصفر هو من هنا ومن هنا. فالرجل دي اللي بقت رفيعه، ودلوقتي لو واحد ركبوا له مفصل ركبوا له طرف صناعي لا السايد بتاعه سليم اهو. فبركب له حاجه كده. بيركب عصايه بس العصايه دي بتكون في السنتر. فده بيحمل عليه وده بيحمل عليه، شوف سبحان الله ده حصل له من هنا ومن هنا زي بعض. فاصبح مركز الثقل بتاعه متحمل هنا، فالمريض لا يعاني من ماركت ويكنس بالرغم من وجود ماركت ويستنج، يعني معايا ماركت ويستنج وزدت الويكنس. يقول لك ديسكربنسي بتوين ماسل ويستنج اند موتور فانكشن. ايه الفكره؟ حاجتين،
نمرات جرادوال وستون بروجريسيف، وانه كمان جاي سيمتريكال، جاي من كل النواحي زي بعض، وزي ما يكون انا مركب له مثلا ايه؟ ها مركب له لمبه ولا حاجه كانه عصايه، مش بركب له واحد رجل. ما بركبوش رجله كامله دلوقتي، فهمتوني ولا ايه؟ طيب. هل معاه سنسور افكشن؟ اه يا دكتور، جلافز اند سوكس، معاه اوتوماتيك، معاه كل الاوتوماتيك عادي، معاه كل حاجه، لكن هو انت عايز انه ايه؟ موتور، خلصت. ده اسمه ايه؟ فرينيل موسل اتروفي، خلاص؟ تاني مرض اسمه ريسونس ديزيز. قول شو مش عايزين، ايه اللي بيحصل فيه؟ ايه اللي بيحصل؟ ده مشكله لقيت حاجه اسمها فايتانيك اسيد هيدروكسيليز ديفيشنسي. في انزيم بيخلصنا من الفايتانيك اسيد، الانزيم ده مش موجود. فالفايتانيك اسيد يقعد ايه؟ يقعد في الجسم كتير، من ضمن المشاكل اللي بيعملها بيقعد في النرفات، بيعمل فيها ثيكنينج وانترفيروس فانكشن. العلاج تمنع الفايتانيك اسيد موجود في البقوليات. وتعمل له حاجه اسمها بلازما فيريسيز. بنضفه الجسم من هذا الايه؟ الفايتانيك اسيد. فايتانيك اسيد هيدروكسيليز ديفيشنسي اوتوزومال ريسيسيف ديزيز، مش عايز فيه ولا كلمه، كلمه واحده. نيجي للمرض الكبير بتاعنا. دايابيتيك بريفرال نيوروباثي. الدايابيتيك بريفرال نيوروباثي اصلا وانا بشرح اصلا يعني انا كنت بتكلم عليه. بس انا هزود بقى شويه حاجات كده عشان السكر يعني. بص يا دكتور. ليه الناس اللي عندها سكر بيحصل لها بريفرال نيوروباثي؟ الله اعلم. انون ايتيولوجي. لكن في نظريات. نظريات كتيره. اولا يقول لك ايه؟ ناقص الفيتامينز. طب ليه ناقص الفيتامينز؟ يقول لك بس بيدخل حمام كتير عندهم بوليوريا. فبيفقد الووتر سوليبل فيتامينز اللي على اصلها مين؟ فيتامين كومبلكس. دي حاجه. الحاجة الثانية لو هو طيب 1 دايابيتس بيتكلم عنده كيتون بودز. وهذه الكيتون بودز ممكن تبقى نيورو توكسيك تعمل لنا بريفرال نيوروباثي لوحدها، ده احتمال. الحاجة الثالثة في اثروسكلروزس. فأصبح الدم اللي بيروح الأطراف يبقى قليل. الاحتمال بقى الرابع ده مهم قوي. في حاجة اسمها بوليول باثواي. هي اللي هي سلسلة ايه؟ انحراف الجلوكوز. الجلوكوز ده حاجة كثيفة جدا، حاجة عالية قوي فقط. هذا الجلوكوز لما بيزيد يا أولاد مش لاقي حاجة يعملها. يبدا ينحرف، يعني زياده الجلوكوز اهو زايد جدا مش عارف يعمل ايه، يبدا ينحرف، ياخد طريق اسمه الدوز ريدكتيز، ده ابنورمال باث واي، يتحول الى سوربيدول ومركبات اخرها كلها ايه؟ اول. مركبات الاول دي اللي اسمها بوليول باث واي. ده اصلا ده بيترسب في الفازن، الفوزه بيسدها. يعني سد الفازن، الفوزه الكبيره ولا الصغيره؟ عشان كده بيجي فين؟ بيجي ديستن، مش كده ولا ايه يا اولاد؟ ودي نظريه على فكره مشهوره. حتى بيدوا دواء اسمه ايه؟ الدوزر باكتيز انهبيتور فيوتاسيل. يمنع ان هو تكوين السوربيتون، بس في مشكله طبعا، هو بيدوه بعد ما بيحصل بيرفرال نيوروباثي. هي الشطاره دي امتى؟ الشطاره قبل ما يحصل، ماشي. دي نظريه. في نظريه ثانيه اسمها بروتين كاينيز سي. النظريه دي بتقول ايه؟ لما بيزيد الجلوكوز قوي بيدخل جوه الخلايا بالديفيوجن، يزيد حاجه اسمها انترا سيلولار دايسايل جليسرول. انتراسيلولار دايسايل جليسرول دوت يعمل اكتيفيشن او يتحول الى حاجه اسمها بروتين كاينيز سي. البروتين كاينيز سي ده اصلا بيضرب في النيرفات، واخد بالك؟ البروتين كاينيز سي انهبيتور بيزود النيرف كوندكشن. لما اعمل انهبيشن للبتاع ده النيرف كوندكشن بيزيد، اذا وجوده بيعمل ايه في النيرف كوندكشن؟ يبدا يقلل. في دي نظريه والله اعلم ايه الصح. يعني ليه السكر بيعمل كده؟ الله. قد يكون الهيدروفيتامينوزس، قد يكون الكيتون بوزس، قد يكون الاثروسكلروزس، قد يكون المايكرو انجيوباثي اللي هو بتاع الدودر باكتيز، قد يكون زياده الانترا سيلر دايسايل جليسرول اللي هو بينشط بروتين كاينيز سي. البروتين كاينيز سي ده اصلا انترفيروس نيرف كوندكشن. عملوا تجارب ادوا بروتين كاينيز سي انهبيتور في الفئران وكده، لو النيرف كوندكشن بتاعها بيبدا يزيد كده فلا كان متهم. واعتبر السبب ايه؟ لكن خلاص السكر من المسلمات ان هو بيعمل بريفرال نيوروباثي، وده اشهر حاجه. طيب هل هو هيجي بريفرال نيوروباثي من غير ما يكون عنده سكر؟ هتلاقي كلينيكال البيتشر اوف دايبيتس بوليوريا بوليفيجيا بوليديمسيا ويت لوس ابسنت مش عارف الكلام ده، وتلاقي ممكن يبدا الاول مونو نيوروباثي. يعني ممكن يبدا فين؟ في نيرف واحد ليتر 1 ينتشر ويعمل، يعني ممكن ده مثلا في سياتيكا بس، بعد كده ينتشر يعمل كل حاجه. طب حلو يا دكتور، هيضرب السنسوري والموتور، هيضرب مين اكتر؟ اكتر حاجه سنسوري. اكتر حاجه يضربها مين؟ اكتر حاجه السكر يحب يحب مين؟ طب السوبرفيشال ولا الديب؟ الديب. واول حاجه يضربها في الديب هي كلمه فايبريشن سيلز. بعد كده يضرب الموتور ويضرب الاوتوماتيك. هل يجي في كرانيال نيرفس؟ جدا. يحب كرانيال نيرفس موت يا ولد، يحب ثلاثه، يحب اربعه، يحب سته، يحب سبعه، 10. يجي مش لسه اقول لكم يعني عنده تشينجز ان باور هابت موضوع الديجز رقم 10 ولا ايه؟ يعني يحب جدا 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 الكرانيال نيرفس. دايابيتيك بريفرال نيوروباثي نعمل له انفستيجيشن ازاي؟ اعمل هيموجلوبين A1C،
اديني فكره عن اخر شهرين ثلاثه واعمل له حاجه اسمها نيرف فيلوست ستادي او نيرف كوندكشن ستادي، توصيل اعصاب. الاقي توصيل اعصاب بتاعه بدا ايه؟ بدا يقل او بدا يتاثر. العلاج بتاعنا يا ريتنا عالجنا من زمان، يعني الاول نعمل دايت كنترول ونظبط السكر، واخد بالك، ندي مالتي فيتامينز، ندي فازو دايريتور عشان فكره الاسكيميا اللي قلناها، بيدوا فيتامين بي كومبلكس بالعبيط، يعملوا فيزيو ثيرابي، بروتين كاينيز اللي هو سوري الاندوز فاكتيز انهبيتور. بص يا ولاد، لو جالك في بريفتر نيوايتس رهيبه، اريديشن رهيبه، مش مستحمل، اصلا مش مستحمل ان حد يلمسه ولا يلمس رجله ولا حاجه، في هذه الحاله لازم تديله طبعا اناليزيز قوي، بتديله حاجه بتديله انتي ايبليبتيك، بتديله جافا بنتين اللي هو كان زمان بيدو تجريتول الكاربامازيبين زي ما قلنا امبارح في تريجيمنال نيورالجيا، دي حاجه بتقلل هي بتزود البين ثريشولد وبتقلل النيرف كوندكشن، بتزود البين ثريشولد وبتقلل النيرف كوندكشن، بيبدا شعور بالالم ايه؟ بعد كده بتديله مخدر، هو الليريكا ده والحاجات دي كانها مخدرات، واصلا موجوده جدول مخدرات كمان. الناس اللي بتعذبه ولا حاجه؟ الناس اللي موجود جدول، لما اقول موجود جدول مخدرات بص عليها. جدول مخدرات. ايوه نزل جدول مخدرات. والله نزل جدول مخدرات. هتقول لي بكرهك؟ عرفت ليه؟ بص يا ابني الحاجات دي بتخلي هو مش بيخفف القلق، هو بس بيقلل شعور القلق. ولا واحد هيتجلد ولا حاجه ياخد واحد اتنين نركب مش هيحس بحاجه. تمام، هي الفكره كده، بيقلل شعور بالالم لكنه مش هيصلح البريفرال نيورسي. عشان اصلح البريفرال نيورسي اهم علاج تايم كنترول اوف دايت، يبقى لابد ان انا اظبط السكر كويس جدا. ماشي الحال؟ جيان باري سندروم بعد البريك عشان